بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا مكتوب إيه بقى؟ محمد النبي الأمي الأمين. الوادي الجديد ظهرت فيها عادة، أو مصر عموما ظهرت فيها حاجة مؤخرا اسمها المندي. هي أكلة عربية مشهورة طبعا، بتحصل في المملكة السعودية ومنطقة دول الخليج كلها، بس عندنا هنا في الوادي الجديد أو في مصر عموما ظهرت مؤخرا، يعني بقى مثلا 10 سنين ظهرت الأكلة دي على حد علمي أنا طبعا، ده مش كلام تاريخي أو كلام موثق، احنا بس بنقول اللي حصل. المندي ده بيبقى عبارة عن خروف صغير بيتقطع بطريقة معينة طبعا، وبيتعمل بيه أكلة جميلة جدا، بيبقى مثلا ممكن بتبقى معاها رز وكبسة، بس حاجة يعني روعة. طبعا احنا بنستخدم أدوات البيئة اللي موجودة حوالينا، هو بيبقى عبارة عن برميل اهو بيتقطع أجزاء، طبعا ده الغطاء اللي موجود فوق، وده القاعدة بتاعة البرميل اهي. طبعا احنا موجودين هنا في مكان روعة الروعة، عايز اقول لكم ان القاعدة دي مخصصة للمندي بس اهو، يعني هنا ده الخشب طبعا اللي بيولعوا بيه. المندي بيتاكل في الشتاء، يعني أكلة المندي بتتاكل في الشتاء لأن هي بترفع درجة حرارة الجسم، يعني حاجة روعة. أهو بيتجاب البرميل زي ما احنا شايفين كده ويتدفن في الرملة، دي طبعا الشيالة اللي بيتحط عليها الخروف بعد ما يتقطع ويتبل، وبيتحط عليها الرز عشان بيستوي كله مع بعضه، وفي غطا اهو الغطا اللي موجود ده يتحط وبتدفن في الرملة تقريبا كده مدة ساعة ونص ساعتين. بعد كده بتاكل أحلى مندي في الدنيا. في ناس طبعا متخصصة في المندي دلوقتي في الوادي الجديد، لو جينا دلوقتي احنا موجودين في منطقة بير الجبل، من أشهر المناطق السياحية في الوادي الجديد، الناس بتجيها من آخر العالم، الناس بتيجي هنا تتأمل في الطبيعة، بتعمل جلسات مديتيشن، وناس استشفاء بقى بالطبيعة وبالطاقة وبالزرع، يعني رحلات سياحية وسياحة علاجية جميلة جدا جدا جدا. اهو منظر الجبل موجود، وفي قلب الجبل كده بقى تلاقي الخضرة وتلاقي الأشكال السياحية اللي موجودة هنا. يعني احنا موجودين دلوقتي في مكان سياحي اللي هو بير الجبل، حاجة روعة الروعة. لو جينا مشينا الناحية دي طراز، بسم الله ما شاء الله، الخضرة مع اللون الأبيض اللي في الجبل مع لون الرملة مع التصميم اللي موجود أهو. بص، لو بصينا كده هنلاقي إن في تصميمات للطاقة اللي هي مثلثات الطاقة، مثلثات الطاقة أهي موجودة، استخدموها لجلب الطاقة وسحب الطاقة السلبية. ده طبعا اجتهاد مني لأن أنا يعني قريت كتير عن الحاجات دي. فأهو بسم الله ما شاء الله، الزرع والخضرة، بجد بجد بلدنا فيها حاجات تستاهل ان الواحد يزورها. احنا كنا بنيجي هنا رحلات زمان تبع المدارس تبع التربية والتعليم في التسعينات والألفينات، كنا بنيجي هنا، يعني كانت بتبقى من أمتع الرحلات اللي موجودة في حياتنا. أي حد من الوادي الجديد من جيل الثمانينات جه هنا طبعا واستمتع وشاف الخضرة، وهنا المكان كان شكله إيه وبقى شكله إيه دلوقتي. الصوب الزراعية دخلت أهي الوادي الجديد، الطاقة الشمسية موجودة أهو، حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة روعة الروعة. حتى اختلاف الألوان في الجبل برضو تناغم والله، يعني طبيعة بتقول لنا تأملوا في خلق ربنا سبحانه وتعالى. أهو نرجع تاني للمندي، حاجة من الأكلات اللي يمتاز بيها الوادي الجديد مؤخرا، أكلة المندي حاجة روعة. آخر كلامي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.